نسبة كبيرة من المرضى اللي بيخضعوا لجراحات تركيب مفصل صناعي، سواء مفصل ركبة صناعي أو فخذ صناعي، بيحصل تغير في وزنهم بعد العمليات. فهل وزن المريض بيزيد ولا بيقل بعد جراحة المفصل الصناعي؟ وليه؟ أهلا بيكم، أنا الدكتور هشام عبد الباقي، استشاري جراحة العظام والمفاصل في جامعة عين شمس. عادة بينصح بعمل جراحات استبدال مفصل الفخذ أو الركبة للمرضى اللي بيعانوا من آلام شديدة في المفاصل وقدرة محدودة على الحركة بسبب خشونة المفصل الشديدة. وخلال العمليات دي بيتم استبدال الأجزاء التالفة من مفصل الفخذ أو الركبة بأجزاء صناعية للتخلص من الألم واستعادة وظيفة المفصل. وبالتالي الجراحات دي بتتيح للعديد من الأشخاص فرصة للمشي وممارسة التمارين الرياضية ما كانوش بيقدروا يعملوها قبل الجراحة نتيجة للألم الشديد اللي كانوا بيتعرضوا له. طبعا قد تتخيل أن الأشخاص اللي أصبحوا بيتمتعوا بالقدرة على الحركة من جديد هيفقدوا وزن كبير بعد الجراحة، ولكن النتائج بتاعة الأبحاث بتقول أن مش ده هو اللي بيحصل دايما. في المتوسط 20% من المرضى بس هم اللي بيقللوا وزنهم بعد الجراحة، ولكن 50% وزنهم بيزيد والباقي وزنهم بيفضل ثابت. وبالتالي مش كل المرضى وزنهم بيقل بعد الجراحة زي ما الواحد قد يتوقع. في مرضى وزنهم بيزيد ومرضى وزنهم بيقل، وده لعدة عوامل. خلينا الأول نتكلم عن العوامل اللي بتساعد على زيادة الوزن بعد جراحة تغيير المفصل. أولا، المرضى بعد الجراحة بيتحركوا أكتر من غير وجع زي ما كانوا قبل الجراحة، وبالتالي قد يعتقدوا أنهم بقوا بيحرقوا سعرات حرارية كتيرة فيبالغوا في كمية الأكل اللي بيأكلوها بصورة غير متناسبة مع احتياجاتهم الفعلية. تاني سبب هو أن على عكس المرضى اللي بيكونوا أكثر نشاطاً بعد الجراحة، في مرضى بتقل نشاطهم وحركتهم بعد الجراحة نتيجة خوفهم من أن تكون الحركة والمشي كتير دي ممكن تستهلك المفصل الصناعي الجديد وتأثر عمره الافتراضي، أو نتيجة وجود ألم أثناء فترة التعافي. وبالتالي انخفاض مستوى النشاط ده بيؤدي إلى زيادة الوزن لو فضلت العادات الغذائية بالنسبة للمريض على نفس حالها. ثالث سبب هو أن عادة المرضى اللي بيعانوا من زيادة في الوزن بيضطروا يعملوا رجيم جامد ويفقدوا وزن كتير قبل الجراحة زي ما بيطلب منهم طبيبهم المعالج كشرط لإجراء الجراحة بتاع تغيير المفصل. وبعد العملية ومع اختفاء الألم مش بيكون فيه حافز للالتزام بالرجيم، فبيرجعوا تاني لنظام الأكل القديم والوزن بيزيد مرة تانية. آخر سبب لزيادة الوزن بعد الجراحة هي المسكنات، فللأسف ممكن بعض المسكنات تؤدي إلى زيادة الشهية وزيادة كمية المية في الجسم وبالتالي زيادة الوزن. طيب دي كانت العوامل اللي بتساعد على زيادة الوزن. طب ايه العوامل اللي بتؤدي الى فقدان الوزن؟ اول حاجة طبعا تحسن الحركة واختفاء الالم، ده بيؤدي لزيادة النشاط البدني وده طبعا يساعد على تقليل الوزن. تاني حاجة التأهيل البدني، فالتمارين والعلاج الطبيعي بعد جراحة المفصل الصناعي مش بس بتساعد المريض على استعادة وظائف المفاصل وتقوية العضلات، ولكن بتساعد برضو على حرق السعرات الحرارية وتقليل الوزن بالتالي. ثالث سبب لتقليل الوزن هو ان كتير من المرضى بيشوفوا ان استبدال المفاصل فرصة لفتح صفحة جديدة في حياتهم واتباع اسلوب حياة صحي. عشان كده بنلاقي مرضى بيبتدوا يتبنوا عادات غذائية افضل وبيمارسوا تمارين رياضية منتظمة للحصول على اكبر فايدة من الجراحة. وبصفة عامة فتغير الوزن بعد جراحات استبدال المفاصل ليه أثر كبير على العمر الافتراضي للمفصل، لأن زيادة الوزن بيحط حمل زيادة على المفاصل الصناعية وده للأسف ممكن يقلل عمره الافتراضي. كمان الدراسات بينت أن المرضى اللي قللوا وزنهم حركتهم ونشاطهم بقت أفضل من المرضى اللي وزنهم مقلش. علشان كده دايما بننصح قبل وبعد الجراحة باتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والبروتينات اللي ما فيهاش دهون كتير، وده للتحكم في الوزن ولتوفير عناصر غذائية لازمة للجسم. وكمان بننصح بممارسة التمارين الرياضية منخفضة التحميل زي المشي والسباحة وركوب الدراجات، وده لتحسين مرونة المفاصل وتقليل الوزن من غير زيادة الضغط على المفاصل الصناعية. ولو طبيب السمنة اقترح عمل جراحة زي التكميم أو تدبيس المعدة، فالأفضل عمل الجراحة دي قبل تركيب المفصل الصناعي، علشان ده بيحسن نتائج الجراحة وبيعجل برجوع المريض لحركته الطبيعية إن شاء الله بعد العملية. مع تمنياتي لكم بالصحة والعافية.